هختلف النهارده. اتفق في كل اللي قلتيه. انما انا عايز اقف مع عباره هو قالها. العلاقه اللي بيننا غلط، العلاقه اللي بيننا مش صح. ايا كان بقى التعبير اللي هيقوله. لما شاب بيقول كده في وسط العلاقه، اولا الشاب هو اللي بيبادر، هو اللي بيضغط عشان يبقى في تجاوزات. انما في احيان كثيره هو باصص على بكره بس من خلال ما يحدث النهارده. ده حقيقي. وممكن ما يكونش واد لعبي، وما يكونش ممكن مش بالضروره يكون معاه ومع غيرها وبيلعب بالناس. انما هو متشكك في المستقبل بسبب ما يحدث الان. فعشان كده هو بيروح ويجي. هو في تجاوزات بينهم، طب هي بتوافقني، طب هي بتجاريني، طب هي ما بتمنعنيش، طب بكره هي ايه؟ اكيد. فممكن جدا واد يبقى لعبي، وممكن واحد تاني بيبقى مدقق ومتشكك في المستقبل. فيقول لك لا انا خايف من المستقبل. عشان كده انا بغلط البنت دايما، يا حبيبتي ارجوكي ما تقعيش تحت ضغط منه. نظرته ليكي بتتهز. صح. وممكن ما يكملش معاكي في المستقبل بسبب ما يحدث في الخطوبه. صح. وممكن زي ما حضرتك قلتي ما بعد الزواج كل ما حدث في وقت الخطوبه هو قدام عينيه وشايفك من خلاله. خليكوا يا بنات حريصين لو سمحتوا. والمفروض ان لما حتى تكون واحده متعلقه بشخص للدرجه المرضيه دي، لانه في بنات بيبقى عندها مشاعر غريبه، يعني هي شايفه او رابطه سعادتها بوجود الشخص ده، المفروض انه حصل كده منه مره واثنين وراح ورجع وراح ورجع، المفروض ان انا افضل على تواصل مستنيه على امل انه يرجع حتى لو كان راجل كويس. مش مظبوط طبعا. لانه في ناس كتير بتقول سواء هو وحش او كويس المستقبل مش كويس. بالظبط. طالما انه بدا يقول كده وبدا يتشكك في العلاقه. وبعدين انا عايز اقول حاجه غريبه جدا نانسي. احيانا البنت تقول لك انا اسمح له بالتجاوزات عشان ما يسيبنيش. اه هي عملت كده. ايه العبط ده؟ هي عملت كده. ايه العبط ده؟ ده هو ده اللي بينفره منك. ايه اللي بتقوليه ده؟ اربطيه بقيمك، بمبادئك. اربطيه انه يلاقي حاجه فيكي مش موجوده في اي بنت تانيه. صح. الجسد و و و موجوده في كل في ادنى المستويات. انما القيم والمبادئ والروحيات والعقل الرزين والحكمه مش في اي حد. ويوم ما يفكر يخطب او يتجوز اكيد مش هيفكر فيها، هي مش هتبقى احد اختياراته.